وإذا أردتم رحمتي يا عبادي فارحموا خلقي. أيها الإخوة الكرام، هناك عنف اجتماعي. أنا أتحدث عن الطبقة التحتية، عن المسلمين، عن الطبقة الدنيا، عندهم عنف لا يعلمه إلا الله، عنف ضد المرأة. فكم من امرأة تضرب ضربا مبرحا وتطرد في منتصف الليل، وعنف ضد الأطفال وضد الضعفاء أو الغرباء أو لمن لا سند لهم. هذا عنف قائم في المجتمعات الإسلامية، وأنا لا أعمم، فالتعميم من العمى. وينتظر من طلاب العلم ومن رواد المساجد أن تكون بيوتهم جنة ولو كانت ضيقة، أن تكون بيوتهم بيوت رحمة ولو كانت خشنة. أيها الإخوة الكرام، وأحيانا تجد العنف ممن يسمي نفسه مثقفا أو ممن يوجه الناس، فهو يتظاهر بالتواضع، ولكن أحدا إذا ناله بكلمة بطش به بطشة بطشة الجبابرة. هناك عنف الأقوياء والعياذ بالله، عنف في بطشهم، وهناك عنف المعارضين، وكلاهما عنف مردود ومدان. أيها الإخوة الكرام، العنف الذي في العالم سبب ما يجري في العالم، لأن العنف لا يلد إلا العنف. أعطيكم صور هذا العنف، ملامح قاسية، تعاظم، حالة نفسية لها آثار خطيرة، يتوهمها صاحبها أن صناعة الرعب، وأنه حالما تظهر يتجمد الآخرون أمامك فهذه من قوة الشخصية. لا، هذا من ضعف الشخصية، هذا من أمراض نفسية، هذا من إحساس بالنقص، هذا من شعور بالذنب، هذا من اختلال التوازن. أيها الإخوة الكرام، يقول أحد أصحاب النبي: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أخاطب مدير شركة، مدير مدرسة، مدير مستشفى، كلما كان مقطب الجبين وكلما بث الرعب في من حوله يعد نفسه قائدا حكيما وشخصيته قوية. لا، قوتك في تواضعك، قوتك في أن يلتف الناس حولك، قوتك في أن تمتلئ قلوب من حولك بمحبتك. هناك عدوان لفظي، أصوات عالية، وقد أورد الفقهاء أنه تجرح عدالة الإنسان إذا علا صوته في بيته. أصوات عالية، صخب، ضجيج، صراخ، شتائم، تهديد. وكم من بيت في بيوت المسلمين يعلو صياح أهله طوال الليل. أضرب لكم بعض الأمثلة. امرأة قدمت لزوجها ساعة كهدية، قال: كم ثمنها؟ أخبرته، قال: مضحوك عليك بها، الثمن غالي جدا، لا تستأهل هذا الثمن. هذا رد فعله لمن قدمت له هدية. رجل قدم لزوجته وردة فشمتها ثم ألقتها، قالت: ما لها رائحة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. معظم الناس يحمرون الوجوه، يحرجون بعضهم بعضا، يسفهون أقوال بعضهم بعضا، يحجبون بعضهم بعضا، لا في موضوعات العقيدة الخطيرة، هذا موضوع آخر، لكن في شؤون الحياة التافهة همه أن يقتنص، همه أن يصغر الإنسان، همه أن يحمر وجهه. هذا كله ينضوي تحت بند العنف، عنف في الملامح، تقطيب، تجهم، عنف في الألفاظ. أيها الإخوة، عنف ضد الأشياء.
كم من أساس ثمين كسر، وكم من باب كسر، وكم من أداة غالية الثمن حطمت في ساعة غضب حمقاء. وهذا عنف في المنازل. ينبغي أن يكون المؤمن حليما، ينبغي أن يكون في بيته رحيما، ينبغي أن يكون البيت مشبعا بالرحمة والمودة والألفة. أيها الإخوة الكرام، هو يكسر النافذة لكنه يكسر معها قلب زوجته، هو يهشم هذه الآنية لكنه يهشم قلوب أطفاله، هو يشعل الخلافات لكنه يشعل النيران في بيته. أيها الإخوة الكرام، فضلا عن العدوان على الآخرين بالضرب والمهاجمة والقتل، وقد رأيتم ذلك في مجالس نيابية في من حولنا، ضرب بالكراسي نوع من العنف. أيها الإخوة، شيء آخر يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. إلى متى نتغنى بالدين ونحن بعيدون عن منهجه، ونحن بعيدون عن أخلاق النبي الكريم وعن أخلاق الصحابة الكرام؟ متى نربي أطفالنا على احترام الآخرين وعلى رعاية حقوقهم؟ متى نربي أطفالنا على حفظ المصالح العامة؟ متى نربي أطفالنا على التزام الذوق السليم، اختيار الأحسن من القول، تحقيقا لقوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. الأحسن، لو أن هناك ألف قول حسن، ألف قول حسن، ينبغي أن تختار الأحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أما إذا جادلت وجادلهم بالتي هي أحسن. فرق بين أن تدعو بالموعظة الحسنة، أما إذا جادلت هناك تحدي، هناك نفوس، هناك إنسان ربط كرامته مع فكرته. لذلك إذا جادلت جادلهم بالتي هي أحسن. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما في تعالي إطلاقا، أنا على حق وقد أكون مخطئا، والطرف الآخر على باطل وقد يكون مصيبا. ولا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. هذه أخلاق القرآن، هذه أخلاق المحاورين. أيها الإخوة الكرام، إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. في النهار صائم، في الليل قائم، يأتي رجل أخلاقه حسنة يدرك بأخلاقه الحسنة درجة الصائم القائم. أيها الإخوة الكرام، لو حللنا تحليلا عميقا علميا موضوعيا سبب العنف عند المسلمين وعند غير المسلمين، أسرة جافية، أسرة قاسية، فقيرة بالعواطف، يصدق عليها قول الشاعر: تحية بينهم ضرب وجيع. التحية ضرب والمزاح قاسي جدا، هناك أسر هكذا. الدراسات أثبتت أن 50-80% ممن يضربون زوجاتهم رأوا آباءهم من قبل يضربون أمهاتهم. الطفل ينشأ على ما يرى، فالأب الهادئ الحليم الرقيق يشيع في الأسرة كلها الرحمة والرقة والحلم، والأب العنيف القاسي الذي يعلو صوته يشيع في أسرته في غيبته العنف والقسوة وارتفاع الصوت. أيها الإخوة الكرام، امرأة من 3 نساء معها أمراض نفسية واكتئاب وتوتر بسبب عنف زوجها. أيها الإخوة الكرام، كم من امرأة تعيش القهر المدمر في ظل زوج لا يرى لها حقا ولا يقيم لها وزنا ولا خيار لها غيره. أهلها فقراء، ليس عندهم مكان تسكن عندهم، وليس لها أحد، وزوج يعرف ضعفها فيبالغ في تدميرها. ينتقل إلى أذني، والله آلاف القصص عن هذا المستوى، أنا لا أتكلم من فراغ،
صدقوا ليس من عادتي أن أتكلم من فراغ، أنا أتكلم من قصص تصل إلى سمعي، يتفطر لها قلب الإنسان. زوج كالوحش في بيته وهو يرتاد المسجد يوم الجمعة، ماذا يسمع من خطبة الجمعة؟ أيها الإخوة، كم من فتاة تقطع العمر حسرات وآهات تحت ولي يعضلها ويمنع عنها الخطاب لأنها محجوزة لابن عم غني أو يصادر مرتبها ليعيش منه. والله عشرات الحالات لا يزوجها. قالت لي على الهاتف 20 خاطب طرقوا بيتي والأب يرفض. لذلك هذه الفتاة يوم القيامة إذا شذت لا سمح الله وانحرفت تقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. والله بنت عضلها أبوها وهو على فراش الموت قالت له لا يرحمك الله لأنك لم ترحمني. أيها الإخوة، عنف ضد الأطفال معلم قاسي القلب يضرب ضربا مبرحا لغلطة تافهة يحطم شخصيته، ينشئ عند الطفل العقد إما أن يسخر منه أو من أهله أو من شكله أو من قصره أو من ضعفه في المادة. تجد الأطفال عندهم مجموعة عقد، من أين؟ من أب قاس لا يرحم، من أم قاسية، من معلم قاس. هذا الطفل وردة نسحقها بأرجلنا. مرة ثالثة، والله لا أتكلم من فراغ، أتكلم من واقع، من أجل أن لا تعتبوا على الله لأنه تخلى عنا. أيها الإخوة الكرام، هذا الذي يسحق أولاده يقسو عليهم، يضربهم ضربا مبرحا، يضربهم أمام الضيوف أحيانا، إن تكلم بكلمة أسكته اخرس. هذا الأب ماذا لو كان عقيما يرى الصبيان وهو محروم منهم؟ ماذا لو مرض ابنه؟ أيظل قلبه في مكانه؟ ماذا لو مات ابنه؟ أيها الإخوة الكرام، أحيانا تجد زوجا لا يعرف نعمة الزوجة، وتجد امرأة لا تعرف نعمة الزوج، وتجد أبا لا يعرف نعمة الابن، وتجد ابنا لا يعرف نعمة الأب. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. نبي الأمة في صلاة الفجر ينبغي أن يقرأ الصفحات من القرآن، يقرأ أقصر سورة رحمة بالأم التي يناديها ابنها ببكائه. لماذا جفت عواطفنا؟ لماذا تسللت القسوة إلى معاملاتنا؟ لماذا نربي أولادنا على الثأر والانتقام؟ أيها الإخوة الكرام، أحيانا حالات الطلاق، هؤلاء الأزواج الذين يحلفون الطلاق جزافا بسبب أو بغير سبب. قال ابن عباس أيرتكب أحدكم حماقته ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس؟ ماذا يفعل الطلاق في نفوس الصغار؟ يتمزقون بين أمهم وأبيهم. أيها الإخوة الكرام، هذه البيوت هكذا، أما المدارس هي أشبه بالسكنات العسكرية، تعتمد على حشو المعلومات وحقنها، وتنحاز إلى الجانب المعرفي على حساب التربية وبناء الشخصية. يعني أحيانا يتعلم الطالب علم التجويد فإذا لم يحكم الغنة تلقى صفعة، أحيانا تلقى صفعة من أستاذه وأقام الدنيا عليه ولم تقعد لأنه لم يحسن أن يأتي بالغنة. هذا هو العلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. أيها الإخوة الكرام، قال لي أحدهم لا تجد على الشاشة إلا القسوة والعنف والجنس فقط. ها
هذا الذي يتربى عليه الناس. وسائل الإعلام تعرض مشاهد العنف والقتل ترفيها أو إخبارا. هل تخلو نشرة أخبار من مشهد القتل والجرحى والقتلى؟ هذا شيء ماذا يفعل في نفوس الصغار؟ يتراكم عندهم إلى أن يصبحوا عنيفين حتى في بيوتهم. والأحداث العالمية تصنع القسوة، اجتياحات، حروب أهلية في السودان دامت 40 عاما. الأحداث العالمية فيها قسوة لا تعد ولا تحصى. وقد قيل في مؤتمر القمة قبل يومين إن مجلس الأمن هو مجلس الرعب، لأن كل قراراته تنصب على الدول الضعيفة. وإذا أمر بحصار اقتصادي، من يدفع ثمن هذا الحصار؟ الشعب فقط. المقصودون بالعقوبة لا ينالهم شيء، إلا أن هؤلاء الفقراء ينالهم كل شيء. مجلس أمن يطالب الدول بالديمقراطية وهو يستخدم الأسلوب القمعي والكيل ب100 مكيال، أليس هذا عنفا؟ حق النقد أليس عنفا؟ أليس قمعا؟ أليس قسوة؟ ماذا قال الضيف الإسباني في مؤتمر القمة؟ قال: الإرهاب بسبب الظلم والقهر والتهميش. هذه حقيقة. ماذا فعل النبي حينما ساق له أحد أصحابه رجلا دخل إلى بستانه وأكل من دون إذنه ووصمه بالسرقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل علمته إن كان جاهلا؟ وهل أطعمته إن كان جائعا؟ من أين عالج المشكلة؟ من أسبابها لا من نتائجها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنما تنصرون بضعفائكم. الضعيف الفقير إن أطعمته إن كان جائعا، إن كسوته إن كان عاريا، إن علمته إن كان جاهلا، إن داويته إن كان مريضا، إن علمته إن كان يحتاج إلى المعرفة، هذا الضعيف يتماسك معك ويصبح المجتمع حصنا حصينا لا يمكن أن يخرق. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا عن قسوة البيوت وعن قسوة المدارس وعن قسوة الإعلام وعن قسوة الأحداث العالمية، وهناك من يتحدث عن قسوة الخطاب الديني. ليس في الخطبة إلا الثعبان الأقرع في القبر، وليس في الخطبة إلا النار تحرق الجلود. هذا شيء واقع وقرآني، لكن الله عز وجل كما قال العلماء: ما جاء بوعيد إلا وسبقه وعد بالرحمة. اجمع بين الرحمة وبين النار، اجمع بين تخويف الناس وبين أن يحبوا ربهم. يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. آمن بالله لكن ما آمن به عظيما. وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. هذا الخطاب الديني المتوازن. أما خطاب ديني يعتمد على التخويف فقط، الإنسان يخرج من جلده. في كل أمر نفعله نقول: بسم الله الرحمن الرحيم. في الصلاة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. عندما ننهي الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كلمات الرحمة في ديننا في قرآننا نقرأها كل يوم. قال له مبارك العيد، قال له جمل يركبك،
لم ترد هذه في السنة. أهكذا الدعوة إلى الله؟ وهل ورد في السنة قلة الذوق؟ أيها الإخوة، والله حدثني أخ من بلد إفريقي عربي أنه طبيب أقام بأمريكا وله أولاد ولدوا هناك، قرر أن يعود إلى بلده وزين لهم بلده وما فيه من تقدم ومن حرية إلى آخره، وأحد أولاده دفع عنه البدل النقدي، لكن الجهة المسؤولة لم تبلغ المطار أن هذا الشاب مدفوع بدله النقدي، لا بد من أن يدخل السجن. قال له يأتي إلى بلده أول مرة في حياته بعد أن أقنعتهم أن نقيم في هذا البلد الذي أتكلم عنه، لا بد من أن يدخله السجن. قال له خذ كل الجوازات اجعلها عندك رهينة لآتيك غدا بالوثيقة. لم يرضى. أيها الإخوة، مثل هؤلاء الموظفين الذين يمارسون العنف مع الناس لا يلعبون بمستقبلهم بل بمستقبل أمتهم. لماذا؟ إن هذا حينما يعود سيحدث كل من حوله عما حصل له في المطار. لذلك نحن في أمس الحاجة إلى أبنائنا المتفوقين في بلاد الغرب، نخبة البلاد الإسلامية في الغرب موجودة، فالذي يكون عنيفا مع ابن البلد هو لا يلعب بمستقبله بل يلعب بمستقبل أمة. أيها الإخوة الكرام، دققوا في هذه الكلمة، إن القسوة في العلاقات الداخلية في مجتمع تجعله مرشحا للانهيار المفاجئ عند التحدي الخارجي كما حصل في بلاد حولنا. إن القسوة الداخلية في بلد ما تجعله مهيئا لانهيار مفاجئ عقب التحدي الخارجي. هذا النبي الكريم أوتي الوحي، أوتي المعجزات، كان سيد ولد آدم، هو سيد الأنبياء والمرسلين، أوتي الفصاحة، أوتي الجمال، كان كالبدر. قال له أنت يا محمد، مع كل هذه الخصائص ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بإنسان ليس وسيما وليس بليغا ولا وحي معه ولا معجزات معه وهو غليظ في دعوته إلى الله؟ دققوا، معادلة رياضية، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني يا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك انعكست لينا في تعاملك مع أصحابك فالتفوا حولك. ولو لم تكن هذه الرحمة في قلبك لانعكست غلظة فانفض الناس من حولك. رحمة لين التفاف، قسوة غلظة تنافر. أيها الإخوة الكرام، عندنا عنف وقسوة ورثناها من عادات وتقاليد لا علاقة لها بالدين إطلاقا. هذا شأن معظم البلاد العربية، موضوع الثأر. طيب هذا القاتل قتل، ما ذنب قومه؟ لا بد من أن يقتل إنسان لا علاقة له بالقتل إطلاقا أخذا بالثأر. هذا مطبق حتى الآن في أرياف بلاد المسلمين، والقرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. حتى جرائم الشرف هذه لا أصل لها في الدين. سيدة المسلمين، السيدة الأولى، اتهمت بشرفها في حديث الإفك. ماذا فعل النبي؟ انتظر، ليس عنده دليل إثبات ولا دليل نفي، لم يقتلها. كم من جريمة شرف وقعت في العالم الإسلامي؟ قرأت قصة قبل أيام وقعت في هذه البلدة، أب شك بابنته، عرضها على قابلة ليست متمكنة من العلم، فقالت له ليست عذراء فذبحها، ثم تبين أنها عذراء وأن التهمة باطلة. أيها الإخوة، الإنسان مسؤول. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. حتى الذي يعجب بعنف الحجاج مثلا
هذا له ظرف معين. إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها، هذا كلام ليس شرعيا. نحن عندنا إنسان واحد معصوم هو رسول الله، وما سوى ذلك يؤخذ منه ويرد عليه. أيها الإخوة، شيوع القسوة كظاهرة اجتماعية تسبب ذبول الشخصية وضعفها وتحطيم المواهب والطاقات والكفاءات وإشاعة الجبن والتردد والارتباك والخوف من المحاولة والخطأ والجزع من كلام الآخرين وفقدان السعادة والاستمتاع بالحياة. وتنعكس القسوة على النفس وعلى من حول من يحس بالقسوة. أكبر أخطارها تفكك الأسر، تفكك الدول، تفكك الجماعات، تفكك المؤسسات. سيدنا عمرو بن العاص قال في وصف الروم: وخيرهم لمثل